احتفلت رهبنة الكلمة المتجسدة بمرور 25 عاماً على تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أقيم قداس إلهي بهذه المناسبة في كنيسة البشارة للاتين في القدس. تفاصيل أوفى في تقرير مندوبتنا مارلين الحدوة. بمناسبة مرور 25 عاماً على تواجد رهبنة الكلمة المتجسدة في الشرق الأوسط، أقيم قداساً احتفالياً في كنيسة البشارة، ترأسه الرئيس العام الأب كوستافو، وبحضور غبطة البطريرك السابق ميشيل صباح، والمطران مارقوتسو، ورئيس المعهد الإكليركي الأب الدكتور يعقوب رفيدي، وكاهن رعية الكنيسة الأب حنا سالم، وعدد كبير من الكهنة وراهبات الوردية وراهبات الكلمة المتجسدة والعلمانيين والمدعوين والأطفال. وفي عظة القداس التي ألقاها الأب جوستافو، أكد على التواجد لرهبنة الكلمة المتجسدة وبعد مرور 25 عاماً. هو إيمان المرسلين بتجسد الكلمة والسر الذي يميزهم في الخدمة، إلى جانب أنه حجر الزاوية التي تستند عليه ديناميكية الرسالة إلى الأمم، وهذا ما يتطلب كذلك الإيمان بكل ثبات بالعناية الإلهية. والمرسلين في الشرق الأوسط قد استطاعوا أن يروا المسيح في كل شخص يتألم وأن يخدموه بمحبة وتكريم. والعائلة الرهبانية التي تتواجد في الشرق الأوسط، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، العراق، قبرص، سوريا وتنزانيا، وقريباً في لبنان والخليج. ويذكر أن اسم الكلمة المتجسدة تم اختياره إكراماً لسر تجسد ابن الله يسوع الإله الذي صار إنساناً، أي إكراماً لما هو أعظم لحظة في التاريخ. ومن ذلك السر اتخذت الروحانية والمثال لكي يتوصلون إلى الهدف المحدد، ألا وهو انثقاف الإنجيل، أي إدخاله في الثقافات لأجل امتداد التجسد إلى كل البشر. إحنا اليوم بنحتفل بذكرى 25 سنة على تأسيس رهبانتنا، على وجود رهبانتنا هون بالأرض المقدسة وبالشرق الأوسط. طبعاً هاي يعني يوم كثير مهم بالنسبة لنا وكثير حلو، لأنه مش أي حد بيقدر يجي، أو مش بسهولة إنه إحنا نيجي هنا كمرسلين كرهبنة أرجنتينية تكون موجودة هنا بالشرق الأوسط. أهم إشي إنه إحنا هنا بالأرض المقدسة، الأرض اللي نولد فيها المسيح. شكراً. قداس اليوم بيعني لي كتير إنه 25 سنة لرهبانيتي موجودة هون تخدم بناء الوطن هنا اللي هم من وطني يعني، فأكيد أنا بكون كتير مبسوطة مع رهبانيتي ومبسوطة لرهبانيتي، وبتمنى لها كل الخير ولقدام لحتى دائما تضل تخدم النفوس وين ما كان في العالم، بالأخص بفلسطين لأنه كتير بحاجة. وإحنا مبسوطين وسعداء جدا عشان إحنا عملنا القداس عشان 25 سنة من الرهبانية الكلمة المتجسدة هون في الأراضي المقدس. كل عام وأنتم بخير. اليوم نحتفل بحضور في الأرض المقدسة من 25 سنة نعمل اليوبيل الفضي، فنشكر الرب من أجل كل النعم والخيرات اللي هو أعطتنا إياه، لأنه بالفعل هو كان كريم جدا جدا. في سنة 1993 إجا أول كاهن أبونا مارسيل من رهبانتنا، ومن هون إن بدأنا وفتحنا أديرة مختلفة في كل المنطقة، فنشكر الرب من شان هاي النعمة. أنا من رهبانية الكلمة المتجسد أرجنتينية، واليوم نحتفل هون بالجلة ب 25 سنة من وجود الرهبانية على الأرض المقدس، من وين وصل هون من 25 سنة خوري واحد، وخلى ونشكر الله نكون موجودين على شرق الأوسط في 40 إرساليات. وبعد القداس أقيم استقبال في ساحة الكنيسة وعشاء في قاعة الرعية لجميع المدعوين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة.